السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي الطلاب والطالبات في ختم الدروس. درسنا لهذا اليوم يا أصدقاء وبعنوان الضرب في ثلاثة الضرب اثنان. سنتعلم معا يا أبطال استكشاف جدول الضرب، فركزوا جيدا. أوجد ناتج الضرب. 4 ضرب 5 يساوي، سنستخدم الجدول لاستكشاف معنى الضرب، فنعين بشكل طولي 4 ونعين بشكل عرضي 5، ثم نقوم بالتظليل. الآن سنقوم بالعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. إذن 4 ضرب 5 يساوي 20. رائع يا أصدقائي، ننتقل إلى التالي. 2 ضرب 3 يساوي، سنستخدم الجدول لاستكشاف معنى الضرب، فنعين بشكل طولي 2 وبشكل عرضي 3، ثم نقوم بالتظليل. نقوم بالعد 1 2 3 4 5 6. إذن 2 ضرب 3 يساوي 6. 6 ضرب 9 يساوي، سنستخدم الجدول لاستكشاف معنى الضرب، فنعين بشكل طولي 6 وبشكل عرضي 9، ثم نقوم بالتظليل. ما عدد المربعات المظللة يا أصدقائي؟ ركزوا جيدا. أحسنتم يا أبطال، هي 54. إذن 6 ضرب 9 يساوي 54. ممتاز جدا، ننتقل إلى التالي. 7 ضرب 1 يساوي، سنستخدم الجدول لاستكشاف معنى الضرب، فنعين بشكل طولي 7 وبشكل عرضي 1، ثم نقوم بالتظليل. ما عدد المربعات المظللة يا أصدقائي؟ رائع جدا يا أبطال، هي 7. إذن 7 ضرب 1 يساوي 7. ممتاز، ننتقل إلى التالي. 8 ضرب 8 يساوي، سنستخدم الجدول لاستكشاف معنى الضرب، فنعين بشكل طولي 8 وبشكل عرضي 8، ثم نقوم بالتظليل. ما عدد المربعات المظللة يا أصدقاء؟ رائع يا أبطال، هي 64. نقوم بالعد معا 1 و 60 1 و 60 2 و 60 3 و 60 4 و 60 5 و 60 6 و 60 7 و 60 8 و 60 9 و 60 61 و 61 63 و 61 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 و 112 و 113 و 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 151 و 152 و
أنتم يا أبطال. وصلنا إلى نهاية درسنا يا أصدقاء، فقد تعلمنا استكشاف جدول الضرب.
انتهى درسنا يا أصدقاء، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. إلى اللقاء يا أصدقاء.